احنا النهارده عايزين نعمل بقى تركيبه نزود بيها عدد وحركه الحيوان المنوي. طيب لو واحد عنده مليون، انت المفروض الطبيعي من 15 ل 20 مليون، ده الطبيعي. هو واحد عنده مليون عايز لازم يزيد عدده. طب في واحد جاي لي مثلا عنده 40 مليون. 40 مليون ده يعني رقم حلو. 40 مليون حيوان منوي ولكن الحركه زيرو. يعني ايه الحركه زيرو؟ احنا اتفقنا الحيوان المنوي هينزل هنا عند الست والبويضه هنا، عشان يمشي السوا دول لازم يكون بيمشي. طب الحركه زيرو معناه ايه؟ معناه ان هو بينزل هنا ويموت هنا. فخلاص لو عنده 100 مليون ملوش اي قيمه. انا يهمني الحركه. فواحد يقول لك ده انا عندي الحيوان المنوي 30 مليون، بس اهم حاجه حركته ايه؟ لازم الحيوان المنوي يخترق زي ما شفنا في الفيديو عشان يقدر يوصل للبويضه، وكمان مش هيوصل للبويضه، ده بيوصل للبويضه ويفضل يعمل كده بديله، الديل يخليه يتحرك براسه، بيفرز انزيمات وحاجات تفتح البويضه. شوفي ربنا سبحانه وتعالى، هي بويضه مقفوله وسبحان الله ان الحيوان المنوي يفضل يعافر لحد ما يخش وتروح قافله تاني، فخلاص مش هيخش حاجه تاني خالص مهما حصل. حتى لو حصل جماع بين الراجل والست كل يوم خلاص. ده هو الفيديو اللي قدامنا كده يا دكتور، ده الفيديو ده، فهو وضح لنا كل حاجه. عشان كده بنقول عدد وحركه الحيوان المنوي هو اهم شيء في حدوث الانجاب. طيب فانا جبنا الوصفه عشان نعملها للناس على الهواء مباشره. كويس كده؟ كويس. دي الوصفه بتاعتنا اهو. نعرف ان المخرج معانا اسمه ايه النهارده؟ نادين. استاذه نادين معلش انا تعبك معانا، انا عارف. الوصفه بتاعتنا يا جماعه طلع نخل اهو، ده طلع نخل. بص ده انا عايز بس اوريكي حاجه برضه يا استاذه. تشوفي المنتج بتاعنا، دي اعشاب بتاعتنا، ده الكيس اللي احنا بنحط فيه الاعشاب. يعني برضه عايز اوصل لك، حتى احنا لما بنيجي نحط عشب بنحطه فين؟ ما هوش زي زمان. يعني احنا غيرنا فكره ومفهوم العلاج بالاعشاب الطبيعيه بنسبه مليار في الميه. شلنا من الشوايه اللي حطينا في الكيس الشيك ده. ده كيس معقم جميل ونضيف وبيتحط فيه العشب. يبقى ده شكل الايه؟ ده طلع النخل عندنا. ده حبه البركه عندنا بيبقى بالشكل ده، بيتعبى في الكيس ده. طيب ده المنتج اللي بيوصل احنا قلنا ده المنتج اللي بيوصل للعميل. طلع النخل، حبه البركه، جنسي، بذر فجل، حبوب لقاح، جنين قمح. دول كلهم حاجات بيتحطوا على كيلو عسل، 20 جرام من كل نوع من ده بيتحط على ايه؟ على كيلو العسل. احنا هنعملها ببساطه شديده جدا، حضرتك هتجيب الكميات دي. هنعيدهم بقى واحده تانيه. اوكي، ما احنا كل حاجه واحنا بنحط هنقول. اوكي. اوكي؟ هنفتح ازاي ده بقى؟ معلش عشان كنت بتفتح كده، انا فتحته غلط. منتجاتك يا دكتور. واخد بالك؟ اه. ده مبدئيا لا، وفتحه كمان جنين القمح اهو. سهل كده. اه، بنفضي ال 20 جرام اهم فضيناهم. حلو. وادي حبوب اللقاح احنا عاملينه، يعني ممكن يكونوا معلقتين كبار شويه. المعلقه بتاخد 3 معلقه بتاخد 5 جرام. أوكي. المعلقه الكبيره بتاعتنا بتاع الاكل بتاخد 5 جرام. ده 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 قلنا خلاص حطينا جنين القمح. ده حبوب اللقاح اهو بنفضيه برده في الطبق. اوكي. تمام. ده بذر الفجل. خلي بالك ان انت ده بيفتح وبيقفل. يعني انت لو عايزه مثلا 10 جرام من حاجه مثلا، لو انت شاري من عندنا مثلا توابل، فانت بتاخدي وتروحي قافلاه تاني، فهو يعني قفل. في نفس الوقت امن وفي نفس الوقت سهل، ما يتعرضش لاي حاجه. هو بيقفل تاني. يبقى ده بذر الفجر اهو. كل ده 20 جرام من كل واحد. ده الجينسنج. دي كلها حاجات من 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 من, من الاكتف انجريدينت بتاعتها كلها بتزود عدد وحركه الحيوان المنوي. ده الجينسنج اهو، بودر اهو. كل دي قلنا دي حبه البركه، طبعا كلنا عارفين حبه البركه وفوائدها كتيره جدا طبعاً. برضو بتزود عدد وحركه الحيوان المنوي. ادي حبه البركه اهو. اصحاب البركه بتاعتنا سودة ازاي؟ بصي تحس ان الاعشاب اعشاب اعشاب يعني. اه طبعا. خد بالك. وده طلع النخل، ده من اهم الحاجات. طلع النخل ده من اهم الحاجات. فوائده بقى طلع النخل رهيبه في العدد. اول مره اسمع عن طلع النخل بصراحه. طلع النخل اللي هو بيجي من النخل ده. بصي اهو. طب يا دكتور، دي وصفه طبعا للرجاله اللي احنا بنتكلم عنها بتاعت الحيوانات المنويه، هينفع الست تاخدها؟ لا طبعا. لا طبعا. ما ينفعش، دي نقره ودي نقره. تاخد منها معلقه كده لو حابه يعني. هنجربها. ولازم نقلب الحاجات اللي بنستخدمها في العسل يا جماعه بمعلقه خشب، ما ينفعش اجيب معلقه، لان المعلقه الحديد بتاعتنا دي ولا الالومنيا بتاعتنا دي بتاثر على الماده الفعاله بتاعه العسل. انا خلاص قلبت اهو في طبق عادي خالص، وبجيب كيلو العسل اهو بتاعنا اهو، ويبقى عسل نقي يفضل اهو كده. هو بيجي له كده،
يعني لو طلب المنتج من عندنا كده هيجي له كده، هيجي له دول مع البتاع، يا اما كلهم متقلبين كده وهو ياخد. يعني انا في اوقات بروح عامل التركيبه انا بنفسي واروح مديها له في كيس عشان هو يقلبها بنفسه. بتحطي جزء وتقلبي، بتحطي جزء اهو وتقلبي بمعلقه خشب برضو، تحطي جزء وتقلبي بمعلقه خشب اهو. يبقى انا قلبت العسل بتاعي. وتقدر تعمله في البيت، تقدر تجيب الحاجات دي من عند اي عطار حبيبك ولا قريبك ولا جارك. ولو عايز تاخدها من عندنا جاهزه بتجي لك جاهزه. ولو عايز تاخد المكونات دي بايدك بتيجي تاخدها بايدك. قلبت اهو، احط الباقي اهو ببساطه شديده جدا، ودي كلها حاجات طبيعيه 100% اهو. بقلب تاني، ومع كل مره بياخده لازم يجيب المعلقه الخشب ده ويقلبه كويس قوي، وياخد منه معلقه كبيره ثلاث مرات بعد لك. طب لمده قد ايه؟ تصنيع الحاجات منه بيقعد ثلاث شهور. يعني انت عشان خاطر يطلع حيوان منوي جديد غير اللي عندك موجود دلوقتي تقعد ثلاث شهور. فانت لازم هتاخد الوصفه دي على الاقل معلقه كبيره ثلاث مرات بعد الاكل لمده ثلاث شهور، وهتعمل تحليل قبلها وتعمل تحليل بعدها. خلي بالك الاعشاب كتيره شويه، واخد بالك؟ احنا بناكد بس المشاهدين ان الوصفه دي لعلاج العقم عند الرجال. برافو عليك، بتزود عدد وحركه الحيوان المنوي. انا قلبت اهو، وهفضل طول ما اجاخد بالمعلقه الخشب دي هقلب. هفضل طول ما انا هاجي بالمعلقه الخشب دي هفضل اقلب. والعسل يفضل انه يكون عسل نقي، ما يروحش يجيب عسل من اي حته. بالظبط كده، بيور عسل عشان خاطر يجيب معايا نتيجه. بص بقى شكله عامل ازاي اهو. ده شكل الوصفه بتاعتنا، دي شكل الوصفه بتاعتنا اللي احنا عملناها على الهوا، قلبناها كويس وشكرا على كده. خلاص حضرتك قلبتها في بيتك وبتاخد منها، دي حاجه طبيعيه. طب ايه السايد افكت بتاعها؟ ولا اي سايد افكت، بالعكس تديك طاقة وباور طول اليوم. يعني لو انت مثلا دلوقتي رايح شغلك عندك طاقة وباور، عشان كلها دي حاجات كلها في فيتامينز ومغذيات. انا بقولك بتزود عدد وحركة الحيوان المنوي، فدي كلها فيتامينز ومغذيات. ده بقى شكل العسل اهو، اهو ده العسل اللي عندنا اللي انت هتاخد منه، هتاخد منه معلقة ثلاث مرات بعد الاكل.